قد أطلقت وزارة التربية الوطنية اليوم رسمياً ثلاث مشاريع رقمية تدخل في إطار رقمنة قطاع التربية الوطني. المشروع الأول تعلق باستظهار الكفاءات على مستوى وزارة التربية الوطنية بفتح لهم أرضية رقمية لتقديم مشاريع تتعلق بقطاع التربية الوطنية، وهو مشروع كفاءة تك. كذلك المشروع الثاني يتعلق بالتواصل مع الأولياء التلاميذ خاصة، وكذلك من يهمه الأمر في قطاع التربية الوطنية، وهو مشروع أولياء. والمشروع الأخير يتعلق بعملية تفتيش ومعاينة هذه العملية آنيا، حيث يسمح لمفتشي قطاع التربية الوطنية بإحضار تقارير بعد عملية التفتيش.